ولنا نختار العازلة هذه فيرا بابا وفما فنادش وفي ذيك المناطق كاملة اللي ذا اللي خلق يدور الله مازال يخلق بيلي الواقع اللي هو اللي نفسه والمدارس مبنية لها بالعودان تتارك وبو مركبه وبتورجة بالزعف بالجريد بالكرناف وهذا هو اللي تمويلات موريتاني وهذا من القروض اللي ينقبض على ظهور الشعب ما يستفاد منه في الواقع ما هو خالق الا ينجبر الله في كروش انظمة الفضائل يعدلوا منه ليبال والديار وشرب منه العقارات في الخارج وفي الواقع ما هو خالق. المهم راني معازلة هذه كاملين في ذيك المناطق وراجين ان شاء الله لهالي ذاك طفيل الصبر والسلوان ان شاء الله عوضهم الله خير ويرحمه هو برحمته الواسعة والبيه ما عزيتهم يا مسبيه اللي حسابي مازال مكفول عندي قصر على الفيسبوك الموريتانيين واعر تروامهم على تويتر وعلى اليوتيوب وانا فيسبوكي كان مقفول كان يلا يعودوا مازالوا فيه اسبوعين من العاتية امس وجدوا عقوبات جديدة جات حزمة من العقوبات فيها الشهر جاي ما تيت نقدر نعدل مباشر وبعد اسبوعين لهين نعود نقدر نعلق والله نكتب شي بعد مكتوب وهذا كامل الا شغلت نظام الفضائح حملات عنده هو من متأسلمين فهم دائما راسلهم مولانا اللي وتم ولا يبلغوا عن هذا المحتوى اللي ننشر يقال لا يعرف عنهم الواحد فيهم ما هو لا يزيد خارج الليل قدام ان شاء الله اول شيء لهي نبدا به هون نقطه شفتها بين هذا النادي النخل المتأسلمين يبانوا مترافدين العمد الحمد لله قال الراجل الفايت اللي ما هي بين المسلمين والزين اللي خالق ركات اياها هو عنكم شفتوا اخلاقهم هم وطباعهم الاسلامي هذا هو اشبه شيء في الواقع ذاك لانهم دائما يتموا ينظروا في الاسلام وفي الاخلاق وهذا بالمناسبه ما يحالتهم وحالتهم خالق ياسر الناس هون على فيسبوك ولا يشوفوا على اليوتيوب ودائما ينظر في الاخلاق ولا يقول عنه ما يبقي السباب ويقول عنه ما يبقي البذاءات وهو اكثر الناس بذاءات ولا قاش رجع قزيرته على فيسبوك وخلص تسجيلات وذا يجبر عنه ذا يقول هم لا الكتاب اللي يأمر بالمو هو ما يمس المهم ان الرواية مشتركين فيها ونادي النخلة ما هو بدع في هذه الرواية المهم على ذا الخالق ذلك لا شوفوا ذاك من الأخلاق اللي كان يطاير منهم الإسلامية بين قوسين من أين هي كلهم ذركات إياه يطرح بين ساعة الأخر عياذ بالله نعوذ بالله من حالهم يقال هذا زين اللصوص دائما يتضايقوا يظهروا على حقيقتهم وتظهر مولي المسروقات وتظهر الطباع الحقيقية وذاك اللي كان داير شوي مطيبع به المساحيق يطير عند التناتيف الأولى ويبقى هو على هيئته كذا خارج الماركاتية فيه نقطة نختار نوضحها في أخبار سعداني من تخيطه سعداني تتبنى الدفاع عن المعلمين بنفس الطريقة اللي فرسي بها بيرام راسه ويتبنى عنه يدافع عن قضايا الحلاطين وفي نفس الوقت هي ما هي باخلة شي من الشكر لخلواتي والقزواني وهذا منطق لا يستقيم حد باقي في ذا الخالق المعلمين يعرف عن المسؤول عنه والقزواني ومسؤول عنه ما هو منظرك لأنه كان الرهواجة الثانية في نظام العشرية وسابق العشرية على هنو رقاجه شكره ما مهم عنده واقع المعلمين لأن نفس الشيء كيف بيرام بيرام لو كان مهم عنده واقع الحلاطين وجلنا راسه انه يتكلم باسمه وما يمثلهم كيف سعداني ما تمثل المعلمين عندهم قياده ذيك اياها وهذا دائما نقوله اخبار هاي التمثيل كركاره ما يقدر يقاش اليوم يتكلم باسم شريحه ولا باسم قبيله ولا جيله بيلي الوقت اللي انت تطير وتنزل وتشدع وتنير هم راهم قاعدين هكات يا واحدين منهم هم يقول لك انت انك مالك واحد في الشيء والله انت مالك واحد في الشيء ما يعني قاعد لا تكلمين باسم المهم عن هذه الروايه دعمها النظام لياك يعدل قيادات يا غير القيادات ما يقدر تسوي بيلي قاع هي ما عندها مصداقيه ما عند الراس ولا تمثل حد وبيها هم اللي واقعها هي يفضح ذي اللي تقول انت بس من حالة عود باقي فيك الواقع الحلاطي وانت تقول عنه الغزواني صاحبه كيف بيرا وتقول عنه زمن وخلقت فيه التهدي او خلقت فيه كذا ينعاد نهارك كذا قمست كنت ترصى فيك تعدى المعارضة لانك انت محلل المؤموريات والانتخابات ما تلدونها يكون سنة المسرحية اللي اصلا دائما يعدون انت لي تلعب فيها دور المحلل كالعادة حتى زاد سعداني ظرك واحد في نوع من حلق المراكب نادي النخلة جاب هل الكاش كيف ياسر من واحدين فهم يطيروا ينزلوا ضارك بهم اللي باحثين طريقة ليه يرجعوا بها للكاش مرة أخرى لأنهم يعني هم فيه من الزمن ضر ما زاوش
وتوف بعد كاس رحان كل تصفطاتي تشكروا ليل ونهار. يا قال بعد هذا ما هو نافع المعلمين وشي. هذه الجزئية اخترت نعلق عليها من خلال ذا اللي خالق عن المعلمين ما هو خالق شيء من المقالب الشخصية عند بنت خيطور بنفس الطريقة اللي بيرام عنده مقالب شخصية له هو وتوف هام منه يستقل لحراطين كاملين ويجمعهم ويديرهم في حبل لياك يقدمهم فداء لأطماعه هو. نفس الشيء هو الهام هي راك تقدم المعلمين لأطماعها هي. وإذا ما عنده معنى الا واحد منكم بعد قاعد يثبت على مبادئ ونين تفوت الناس تعرف اللي ماشي فيه شنو اللي كل هو فرقش ما يخلطوا في دق واحد قال في الحيوان. وتوف المهم من ذيك النقطة ما اللي اخترت نعلق عليها. فيه نقطة ثانية في أخبار تعيين شفته اليوم لتكشفاتي عينوه اليوم على خليج الراحة بن وادي. هذا مولي لكن إذا شمز اللي حراطين هذا راك النوع من التعيينات يستفادوا منه حراطين يتم واحد منهم يوكل وتم بطنه بارد وتوف ويتم ينصق الكوليرو يا قرمة ومزيش اللي حراطين الأخرين. وهذا أنا مدالي نعيط لي الحراطين استفادوا من توزير والمرزوق اللي له أكثر من 30 سنة هو وزير كان وزير مع ولد الطالع وكان وزير مع ولد عبد العزيز وزير مع الكام وهو كان لا في الرئاسة هذا ما هي فايدة. وش استفادوا من ولد سالم التعليم العالي ما الله قاع بدل من هذه شريحة مهمشة وكان يلا يساعدها قام عقد لهم إجراءات الولوج للجامعة وهذا حرطاني كيفهم الجبروا في سيد أحمد والمحمد وزير التشريع اللي مجور على الإسكان حرطاني ما يقود ولا يصوب وفي قرمة تقدر تكافر ما تنظر ولا يصدق عليها وجبر وظيفة بشي من تحالفات الخامر كان على الأقل قد يخدم ذي الشريحة اللي هو منها يقير لا هي نعت مولانا الحراطين عن هذه الحراطين اللي في الوزارة ونعتها الكوار ونعتها للعرب ونعتها للزوايا ونعتها للمعلمين عن الواحد ينين يفوت ينقبل ويدير عليه هو كوستيم ويرشق راسه كيف رقبة الممعس من بين هذه حوي كيمات الخروط ويطرح قدامه صرج حمار من التواقض ما تلا حرطاني ولا تلا كوري ولا تلا شريف ولا تلا عربي ولا تلا زاوي عاد ممعس من هذو كوليات الحكومة اللي ما يميل ولا يعادل ويتم واحد يحوش الا فهم زي بلاته وعياله ويلود الطريقة يسرق بها نيني مرقم الحراطين الخاص اللي جبروا الحراطين اللي وزراء ذي اللي شردهم وصاعهم انت فرق زينه وزرقهم شر خلوات ما معروف دار كانهم احياء والله موته حرطاني كيف كان في دار الناعي يكور ولو سنوات عاد وزير وعاد يجن راسه ويخبط وجهه من الزبل ويدير فوقه وجه ثاني من الطين المضغوط ويقول لهم انا زرت 22 دوله اخي اذا ساب جنون الله عاقباش كاريش انت رقط زرت ما هو في راج باللبادو لا الفيافي هذا لا الفيافي للواحد ينتفخ ينتفخ قاع ما نافخوش المهم ما هو مزيش الحراطي التعيينات على اساس عرقي ذي العلافات تعلق الوحدين اذا ما هو مزيش للشعب الشعب الموريتاني بجميع الوانه واعراقه وجهاته مطحون ولاحق فيه الفقر اللي قد يلحق ودوى هذا انه يحضر ثرواته بدورة مواطنة ما تنعطى فيها الوظائف على اساس مناكحات والله على اساس جهة والله عرق هذا ما فيه فايدة المهم منهم الحكومة راكم لانا من الحراطين ولانا من الكوار يقال ايش مزي الحراطين وملانا من البيضان ايش مزي البيضان البيضان مالهم يوكم ما يكتلوا شزاولهم جنرالات الخروط ايه الحوض الشرقي شزاولهم آل حنن مالهم يوكم واها بدر سنة ويوكم واها قاعد في نواكشوط يتفلق وعاد واحد ملياردر لانه ذا بحسنا شزالهم ولهم جنرال وراهم عندهم شي من عنده شي من الجيوش المجيشة ما توفى في الصنادة المواطن الموريتاني فرض عليه يفهم انك اذا عاد ولد عمك والله قريبك والله حلطاني كيفك والله معلم كيفك والله يقيف الحكومة ذا ما يعني اذا انت تصق لك منه تفونه انت الله تعود الدور حقوقه والدور دولة مواطنة وذاك اللي هي يقبضها يصوم منه المهم انك انت تجبر حقوقك تجبرهم تركتهم تجبر نصيبك وتجبر كرامتك تنحفظ لك في وطنك ونفس الشيء كي واحدين ضركات اياها واحدين في التفاؤل تفاؤل ما يجي من الخارج والتفاؤل لابد تمهد له الطرق لين يعدل والتفاؤل الناس اللي في الخارج وانا بعد نتكلم لا عن راسي باقي في الواقع الموريتاني نتكلم عنه لان نحن في الخارج مشردين ومصفرين ولا خارج لقاش في الخارج على بابه ما عالق فيه شمل الاسر ما يوفق الاف البشر من المعدمين راهم موريتاني ما عندهم اللباس ولا عندهم الشقر ولا عندهم المولى عندهم كره ولا عندهم بعض شيء ياكلوا على ان التفاؤل منين له يجي يتفائل لا لقاش منافق والله مكسور عمل والله لقاش يمرس يكان ويجبر وظيفه عند النظام الفضائح والله عند شي من مباليات اللي تابعه له المزابل اللي تابعه له كي اتحاديه كره القدم على الوزارات والله المندوبيات رجع على بابه بعد مو يتفائل
به للواقع. واضح الواقع هو أكبر شاهد يدين الأنظمة الموريتانية، ويكتبوا عنه المنظمات، ويكتبوا عنه السفارات اللي فهم يوميا. وآخر دليل على هذا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2022 اللي يتكلم عن هذا كامل، الفساد والفقر وقلت القضاء والقابة، وذا كامل هو اللي خالد ذلك الموريتاني. أنا هذا الواقع بسمح الله يتفائل فيه مورقاج منافق على الموريتاني. هو بسط الناس اللي يفوتوا عدل الرواية ممكن يتفائل هو ويخضر ويطرطق فيه النوار، لا الوعود لا سقي الكمون هذا ينفع على هالنوم. هو من الناس، هو يثمن شي مو خارج المواطن الموريتاني، يثمن الخلوات. اثنين تقول وانا نهي نعدل لك جسر هون، يشدح لك الطبول وتقول عن الجسر قاعد لا تعدل انت لا قلتها له. معناه انه هو التفاؤل ما ينحض عليه، يوم معدل له شوي وهو خالق هو يقر فيه القروح، شاك ان الحكومه مشيت له بتوجيهات ساميه من الوزراء ومن القياده، لا القروح. ولين يطيح السحاب ويخلف الشرق يشكون انه مشيت لهم الحكومه ومشيت لهم اولادهم في الوزاره. ولين يجي موسم القيطره ويدلن خال ويبطل حمراء جنابهم والمداين، يشكوا الناس ان هذا بتوجيهات ساميه من الحكومه. معناها المواطن نفته ما ينقال له تفائل، هو يتفائل على الوعود. انا من يجبر هو شيء يدعو للتفاؤل يدور يتفائل، ولا يقدر يلقى شيء زايد على الواقع. الواقع هو اكبر دليل يدين الانظمه الموريتانيه ويدين غزواني من راسه ويدين عبد العزيز السابق ويدين ولد الطايع ويدين ولد مختار ولد الدار رحمه الله علينا وعليه السلام. لان هذا الواقع هو نفس الواقع الموريتاني من جيل التفليس الى اليوم. ارجع ما اللي فرق بين رؤساء موريتاني واخبار ادارتهم الموارد موريتاني والواقع هو اكبر منافق. بلي الواقع الموريتاني كانت مراقة من بدايتها الى اركاتيها مراقة، ما قد عدل فيها رئيس شي صوب وشنو. نظرا للممتلكات والقدرات اللي متاحة ما عدلوا فيها شي كامل، وخاصة اللي حكموا 18 سنة و20 سنة حد النجو هذا 10 سنوات، وهذا الخاين ما معروف قاعهم القاسين شنو. أنا الموريتان عمرها 63 سنة لين ينقلع منه حكم ولد الطايع ولد الدة ولد عبد العزيز، ترجع تحوي ترجع ترضى. الآن بس من حاله رقاش يستثنى واحدين منهم يقول لك رئيس مؤسس، ما فهم حد مؤسس، ما فهم حد أسس شيء، ما أسس رقاش يسوي شنو. وشفت واحدين اليوم حركين صور الوالد أحمد ولد الدة الله يطولها بينه وبيه. أحمد ولد الدة كان لا يتقلب في الوزارات فترة خوه، وكان محافظ البنك وكان وزير الشؤون الاقتصادية. كيف اللي موريتاني عاقر وموريتاني عقيمة ما ولدت ما وقال دادة ما يتواسى، ما يتواسى الأجيال الجاية والتاريخ. إلى عادوا كان واحدين فهم ينكروا يكتبوا تاريخ أحول الموريتاني، كانوا فهم اللي واحدين ثاني يكتبوا التاريخ. كي شفت نهار واحدين يتكلموا عن أخبار تجكجة، وهذا هذه مسألة نعرفها ما زلنا صغيرين. من مثلنا صغيرين معركة تجكجة يردوها علينا شوابين معاصرين لكهولة اللي مشاو فيه، ويعرفوا عنده اللي يكتب في الكتب ويقرر للناس عنه تاريخ مزور مو خالي. منين ينقلعوا منه العنتريات وتنقلع منه السطوة والقبلية، وواحد جاي لا ينذبح له وتعدل الرواية ويقبل قبيلة وديرها فوق قبيلة وتصنيفات ما يلقش. شفت مولي اليوم فيديوها وديوهات حاركين للدوي والبنيو، هذا مولي صراع المنافقين لكن صراع جمعية المتسلمين في نادي النخلة، ويقول لهم نحن هما كذا والنظام ضرك وكذا والنظام. النظام انتم لا منافقين، انت راك نسيت تمشي عنا وخلاص ابدي مانك ماشي نسيته. اما راك تقول لعبد العزيز، العبد العزيز ما لذاك وظلمت منك من درك انا قط زرت وباطف داره تعرف حاله، وانت كنت تدور وما يمشي عنكم وخلاص قاع وابدي ما هو ماشي. يا اخواني مشكلة ذو المنافقين مثل لجون الواحد تلفزه بريق التلفزه واليوتيوب وذا كامل مليان من نفاقه وخزوه لجميع الانظمه. واليوم يا اخو يقول لك نحن هذا ولا نخلوا المجال لوحدين ثاني، وحدين ثاني من هم؟ انتم ما خلقتم عند الله تعودوا ماده والله تعودوا عندكم مجال له تخلوا حتى عندكم لا النفاق وحد في دم ما يقبل. اللي كنت تقولوا تصفطات كنت تقولوا لعبد العزيز، هو كنت تقولوا ساب قولوا للطايع وعليو محمد فاره يرحمه، كنت تقولوا لسيدي الشيخ عبد الله يرحمه. أنا هالمدة ذنبتها ألا رافد طبولها مستقبلهم قافية وتنافق ما عندها قاعش مخليت الحد. ولي القزواني لو أكثر من 3 سنوات ما هو خالق قاع راكد وفذ، معناها أنكم لا تتخلعوا بيناتكم، حد شاف الواقع ضر يعرف عند الخالق موريتاني عن هذه مراقة ما عندها رئيس ولا عندها شي سوى شنو. النادي النخلة يتخلعوا هك وفضح مولانا أخلاقهم الإسلامية ما يخالق،
والمنافقين يتضايقوا بيناتهم اذا عاد واحدين منهم حاسين انهم مسيرين وعادوا طالعين عليهم واحدين ثانيين ما اعلم منهم اكتاف، هو عاد ليه انتم عاد ليه تقاعدوا توف؟ هو المساله الوحيده اللي تقدم هم الثاني لا النفاق. والنفاق انتم عندكم نفاق عاد قديم، جاء واحدين وراكم وعادوا مكتسحين الساحه غير القاسم المشترك بين الدوه والبنيوك، واحدين ثانيين يشوف ذلك انهم يسحبهم تحت البساط. لا تما عليهم الاكفاف وتوف ومتن لحنوك والخبره في الزعين طريق وتمتان وتمتان لجه على ان رجاج اعتذر. انت يلا تعتذر للشعب الموريتاني عن هذه المعلقات اللي كنت تعدل وهذا من التصفاق اللي كنت تعدل، والله ام اللي كان حق عندك توقف مع اهل ولوكم وما زالوا موجودين، ام اللي تم اللي تحضرهم فيه ما تقطع كنت تلحق لهم كنت تكيل لهم كلها كنت لا قابل ونفكتك وتكيل له الشكر الليل والنهار والنصره ويقول لهم نبينا نبيكم انتم هو اول مده سئتوا له والنصره ضحك انكم عصابه من بنديال كنتوا تجوا انتم الشيخ الربا ويظل هو كاش فماتي كيف الراس طايب وانتم مزقنين بيه تقولوا شنو بوسويل العربيه وشمل الكماط الحسانيه اللي لا يصلح للعاده ولا للعباده ولن يعود في الليل ثبات وتقبوا ممتلكات الناس بالباطل الين فجر ملي مولانا عماره النصره. طبعا النصره ما كانت خارجه وان الحبيب بريء منهم وانهم كانوا شيء من بنديات في النهار يظل رافد النصره دايرينها على وجوههم كغطاء والتحت التحت اللي باتوا ياكلوا ممتلكات الناس الباطل وفضحهم ملي مولانا مرتين. وين هي النصره ذاك؟ والشيخ الربا ذوك واتاكي راي ذاك واتاكي مقراين من تبيا ما لها ما تقدموا للمحاكمات هم اللي فاضحهم ذو نهار يتفخر عليهم يقول لهم احنا عدلنا السجن انتم اصلا تعدلوا لا السجون اول كان عدل قاع بطرونكم العبد العزيز سابكم انتم استاذنوا لا بالسجون انتم كاملين شم اللصوص شم بنديات اللي يجعلكم الشارع ان شاء الله من اوائل نزلاء ذيك السجون اللي تبنوا ذلك